ناخو من وقتي خمسة دقائق. ركز معايا وتبعني حتى لو كان تتقلق، انا اخوك في الاسلام ومنحب لك كان الخير. نخاف عليك من العذاب وحتى من غزرة الغير. الحير كنشوف بنات بلادي اش لابسين، تتبرش وتتعوج عيني تشوف وقلبي حسين. واللي غيز اكثر ويطيع الدمعة من الخد، تخرج قدام بو اخوها وما يكلمها حتى حد. ذاك علاش كي تحكي معاها تقولك يا متخلف، انا نلعن الشيطان اللي خلى قلبك بالجهل مغلف. لم تقول بنتي صغيرة نحبها تعيش شبابها، ما عادش لم اللي تنصح بنتها باش تستر روحها. اخر زمان كل اليوم وين ماشيين، قولي لليوم فاش تستنى، قولي علاش ربي ناسين. علاش الوقت تبدل وين هم وصايا ابن هاشم، تشدني الخصة كيف الطفلة اليوم بدينها تحشم. يا اختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، ان الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. راجل ابقى على دينك ثابتة، ربي قادر على الجهل. قداش من مرة ريت على الحجاب بنات هدهان، زعم اللي قاعد يعمل هكا في الليل يرقد مدمان. مشى زمان وتوا اقعد وشوف العجب، كل حجاب والله مو ذا كيف وكيف شركتها. نشهد باللي حدد في تونس تنصف المرأة، ونشهد زادة باللي من وقتها المرأة ماشي تتعرى. هي حرة مادام مش قدوة للاخرين، خلي يبقى ونسى اللي يتشرف بيهم الدين الاخرين. ربي يهديهم ربي بقي يسترو عليهم، مانيش لعبها مصلحة انا جست نفكر فيهم. باللي الدنيا راهي ساعة واللي طاع فيها ربح، اختي نتمنى من قلبي في امتحان الدنيا تنجح. صبر والايمان هو مفتاح الخلود، شد السريح في دينك واصبر مهما كثر الطاغوت. Yeah.